السلام عليكم، معكم ربيع برويسة ملقب نيمار. الهوية ديالي هي كرة القدم من صغري، بغي نلعب مع فريق الوداد البيضاوي. هذا الحلم الوحيد اللي عندي باش نقد الوالدة والوالد. الحلم ديالي نلعب مع فريق الوداد باش ناخذ الوالدة والوالد شي دار. نعليو الشكر الخاص للوالدة والوالد، فهمتي؟ كيشوفوا داك الشيء اللي كندير كرة، فهمتي؟ ديما كيقول لي الله يسهل، لكن نقول للوالد والوالده ان شاء الله ان شاء الله غيفرج علي سيدي ربي وغناخذ لكم دار. هذا هو الحلم ديالي الواحد، فهمتي؟ حيت حنا الدار عندي على قد الحال. الحلم ديالي الواحد هو نلعب مع فريق الوداد كره، ديما يوميا كره. يلا زي دابا من البحر ماتش، وعندي ماتش مع 8 ان شاء الله في الكازو. وان شاء الله الحمد لله كنشكر كاع جميع الجماعه ديال كره القدم وفريق الوداد البيضاوي، وكنهنيهم بالعصبه. والحمد لله غنجيبو ان شاء الله غنجيبو السوبر، وغنجيبو كاس العرش، وغنجيبو البطوله. الحلم ديالي وقف معايا شي واحد من فريق الوداد البيضاوي، باغي نلعب في الفرقه ديالي اللي كنحب من صغري، وانا كنبغي فريق الوداد. انا اللي خليت قرايتي خدمتي، فهمتي؟ باغي نلعب مع الوداد، هذا هو الحلم الوحيد ديالي. لقبوني بسميه نيمار من صغري. كنت تبع الدراري الكبار كيقول لي تسير انت صغير، وواحد السيد عطاني السليب ديالو ديال نيمار، ومن تما بقيت كنمشي نلعب مع الدراري الكبار مني من تما. هذيك الساعه حتى الان باقي دابا ملقب بنيمار من صغري. هذيك الساعه كنت كنكاسي بزاف، وكنت نشبع كور الصراحه. كنت كنقرا، كنقدر ندخل ساعه والنهار كامل ما ندخلش نشبع كور. نقدر مع الصباح نتم غادي كبير لي الدراري في الدرب لاعبين، ولا غادي مهود ديال البحر كنمشي معاهم، وكنخلي القرايه ديالي. انا الحلم ديالي هي كوره، حيت فهمتي روح رياضيه عندي باش نلعب مع فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله. وشكرا بزاف اللي غيوقف معايا، هذا هو الحلم الوحيد اللي عندي. تحيه للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. عطنا شويه على الطفوله ديالك، كيفاش كانت؟ الطفوله ديالي دازت صعيبه بزاف صراحه. انا الدار عندنا على 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 قد الحال، على حد الان باقيين ساكنين في عارف هذيك العشوائي في ولاد زيان في البراري. الحلم ديالي الواحد هو ناخذ والدي شي دار، لان كنفهمش كاع الناس اللي حدانا عندهم الديور، عندهم السكنات ديالهم، السكنه اللي ساكنين فيها حنايا ماشي ديالنا، ماشي ارضنا، غير ساكن. هذا هو الحلم ديالي الواحد باش نلعب مع فريق الوداد، ناخذ الوالديه شي دار. فين كتكون حاليا؟ كتكون نعرف في ولاد الزيان في اقليم الطرو دوار ود الحاج عبد. ديما انا الرمل يوميا، ما كاينش شي نهار مخلي الخدمه وكنهود كنترين. دابا راه لاعب ماتش ودوش، وغنمشي دابا للدار عاوتاني غندوش ان شاء الله، ولاعب ماتش مع 8. يعني نقدر نكون ناعس انا مع الربعه ديال الليل جوج كوره، غنمشي ما عنديش اشكال انا. واش عندك في رجليك؟ الحمد لله. انا كلشي كيقول لي انت راك تلعب في رجليك، عندك هوايه ديالك، سير شوف لك شي واحد محد شي جمعيه شي لعيبه اللي توقف معاك اللي تساعدك. وانا دابا جهدي دايرو، كنشكر كاع الناس اللي كيصوروا معايا، شكرا بزاف صراحه. نعرف فهمتي دايرو في واحد الشاقه اللي حط لايف دابا، هذا هو اللايف الثالث اللي غنلوح، وان شاء الله يكون ان شاء الله بغمشي للدار يكون ان شاء الله الخير ان شاء الله. انا اللي مشيت سميتو قال لك خاصك تريني مع شي فرقه، وانا حاليا راه كنتريني دابا بوحدي، كنتريني بحار يوميا كنتريني كور. نعلي الدار عندي انا على قد الحال. كون قالت لي الوالده والوالد قال لي كون عندي فلوس ولدي راه ما نخليكش تضيع هكا قدام الوالد والوالده، تما على قد الحال مساكن. الله يشافي الوالده والله يسهل الوالد صراحه. كنشوف راسك تضيع؟ كنشوف راسي انا كنضيع. انا شتي انا لما لعبتش مع شي فرقه ولا ما كملتش الحلم ديالي، كن فهمتي كنعدي واحد الشقه المسيره ديالي صافي سالاش الحمد لله. شوف انا ماشي كنهضر على راسي، انا كنفهمتي كالشباب قد ايش هما كاينين هوايات بزاف صراحه. كاينين الدراري عندهم شي هوايه كره، فهمتي؟ خاصهم كاع الشباب كنصحهم ما عندهم واحد الهوايه خاصهم يمشيو لها، يبعدوا من البليه والصداع ويمشي يشبعوا كوره. كما قلت لك الشباب ديال المغرب، يعني كاينين الحمد لله كاينين الهوايات. كنبغي ننصح كاع الشباب اللي عنده شي هوايه يمشي فيها ويكمل فيها، انا علي ربي كبير راه ما يخيبكش. هذه فهمتي اسم كوره، انا علي عرفتني كوره. اللي عندك حب كوره ما فهمتي راه تشبع كوره، اللي كان عندك الحلم بحالي راه غتوصل، وعندك واحد سميه ديال كوره كتعشقها
راه تقدر دير شي لا حوايج باش توصل. مرات انا لما كنمشي مع الدراري ما لعبوني كتجيني البكيه، والله كتجيني البكيه، قلت علاش ما لعبتش فهمتي. والحمد لله الشباب خاصهم ضروري يكملوا، عنده هوايه بعد مصداع من البليه يتبع غير بالون. يعني ما تفكرش انك مثلا شي نهار دير شي امور خايبه حيت ما ربما ما عطاتش الوقت؟ لا لا الحمد لله حتى الان باقي ما مفكرش في هذا الشيء انا، حيت الوالد والوالد كيقول لي دوكا ربي ساهله، دوكا ربي ساهل عليك. وديما ديما ديما كنفكر شي حاجه زوينه، انا عمري ما فكرت شي حاجه خايبه. الحمد لله واخا الدار على قد الحال وفهمتي، وما نالك فهمتي على قد الحال، ما ماشي شي عائله اللي في مستوى عاليه. الحمد لله ديما مفكر في ديما ضاحك وديما فهمتي. هادي كورة اللي كيخلاتني انا بحال من هكا ديما ضاحك، ما خلاتنيش نفكر في شي حاجه اللي خايبه بزاف. خاصك تقول داك سعيد الناصري رئيس الوزراء. سعيد الناصري كنشكرو بزاف الحمد لله عليه، هذا الرئيس هذا ثقه فيه كبيره، فريق الوداد البيضاوي حتى هو كبير. الحمد لله جبنا العصبه من على وجه، غنجيبو ان شاء الله السوبر وغنجيبو البطوله وغنجيبو كاس العرش. والحمد لله كنبغي نشكرك، كنبغي نقول لي وقف معايا في هذه المساله هذه، كنبغي نقول لي وقف معايا في الهوايه اللي عندي ديال الكره. وشكرا بزاف للوداد البيضاوي غادب غادب بواحد مستوى زوين الحمد لله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.